الآن في قرية الزارة، مركز المنشأة محافظة سوهاج، في أحد المنازل التي تحدث بها حرائق غامضة منذ عامين. سكان المنزل يعيشون في حالة من الرعب بسبب كثرة الحرائق. سكان المنزل يتهمون الجان بالوقوف وراء تلك الحرائق. أول أمس احترق دولاب وكان فيه مبلغ من المال 80,000 جنيه، وهذه هي المبالغ المحترقة. السكان يعني اضطروا إلى ترك الأدوار العلوية والسكن في الطابق الأرضي بعد تكرار الحرائق بالمنزل. استعانوا بأحد المشايخ في محافظة سوهاج، وهو الشيخ عبد الرحمن السنجق، مؤسس حملة تطهير المقابر من أعمال السحر. وهذه الحملة هي على مستوى محافظة الصعيد، ولها باع طويل في استخراج الأسحار والكشف عن الأسحار وإبطالها. الشيخ عبد الرحمن وصل منذ قليل للمنزل المحترق، هيطلع لنا أكثر إيه اللي بيتخذوا، إيه اللي تم لتحسين المنزل وتحسين المكان. تفضل الشيخ عبد الرحمن. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا، ثم أما بعد، إحنا دي مش أول حالة جماعة تقوم بها حرائق في المنزل، أو الجن إن هو يولع في المنزل، أو يولع في أحد الملابس، أو يولع في أحد الأدوار في المنزل. يعني ممكن دور واحد يولع دونا عن جميع الأدوار في المنزل. يعني الدور اللي احنا فيه حاليا يعني في قصاده شقق، يعني الدور ده هو اللي مولع، اللي هو فيه الفلوس أو فيه الأغراض الشخصية زي ما انتوا شايفين، تمام. ده يا جماعة ده فعل إن هو سحر مسلط أو جان مسلط على الحالة، مش زي ما ذكر بعض الناس ان هي قالت انه جماعة دول بيحفر على اثار او الكلام ده كله. لا يا جماعة، ده بعض الاعراض اللي انا تبعت معاهم في الحديث بتاعي، واحنا قبل كده في حملة تنظيف في المقابر استخرجنا ليهم اعمال واسحار من داخل المقابر باسماء الاشخاص في المنزل. بعد كده احنا تواصلنا مع الاشخاص، وفي منهم جول المكتب عندي، يعني هم اصحاب المنزل، اتوا الى المركز عندي للرقيه الشرعيه، بس ما كانوش يعرفوا الموضوع ان هو هيتطور. فده يا جماعه سحر مسلط وبالتجديد ان هو بيتجدد كل فتره، تمام. فاحنا ان شاء الله باذن الله اتينا الى المنزل، وباذن الله هيتم تحصين الاشخاص في المنزل، وهيتم تحصين المنزل بالكامل باذن الله. انت شفت الفلوس طبعا مولعة من اطرافها وبتاع، يعني المبلغ كله ولعت حوالي 80,000 جنيه، ده المتبقي منه، والله زائد الباسبور والحاجات بتاعتي، الاوراق الشخصية الثبوتية كلها. طبعا الورق حضرتك لو تشوف النار تستغرب ازاي طريقة الاشتعال، ما فيش اي ماس كهربائي وراها، لا عشان الناس بتسأل ده ماس كهربائي او شيء، ما فيش اي ماس كهربائي، ده حتة مولعة بس في الدولاب، يمين وشمال كله سليم. وطبعا احنا ما بنحبش نروح لشغل صحراء او دجالين، رحنا للناس المتخصصه ونشدنا مشيخة الازهر كذا مره، بس حدش منهم حتى الان تواصل معنا. الشيخ عبد الرحمن تواصل معنا جزاه الله خير، وجاء هنا طبعا عشان يساعدنا، هو كان في اجازه وجاء اول ما رجع على طول جانا البيت، وان شاء الله ربنا يعني يفرج همنا. الموضوع ده حصل عندكم من في المنزل من امتى؟ من حوالي حضرتك كان نهايه 2019 حتى بدايه 2020، حصل 5 مرات في 10 ايام. ووقف الحال فقلنا خلاص الامور استقرت، بعدين فجأنا اول امبارح يوم الثلاث حصلت مره ثانيه. ونضيف الفلوس حضرتك بدي الفلوس دي طبعا عشان الناس بتسأل، دي مولعة لوحديها الدولاب، ما فيش اي مس كهربائي ولا اي شيء. وحضرتك دي مش فلوس اثار ولا فلوس حرام، دي شقانة في الغربة، وبنجهز بنت اخويا عشان الناس معلش في التعليقات بتزودها شوية، وحرام انتوا احنا في موقف صعب، واطفالنا مش عارفة تنام ولا عارفة تاكل ولا عارفة تشرب، وكلهم مشيوا من البيت، ما فيش حد قاعد في البيت، فراعوا ظروف الموقف اللي احنا فيه عشان خاطر ربنا.